الخوت السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد كي دايرين كنتمنى لكم كاملكم تكونوا بخير ان شاء الله. المهم قبل الخوت ما نبداو الفيديو ديالنا ما تنساوش تنزلوا تحت تبان لكم واحد الحاجه حمراء ابوناو عندنا وضغطوا على ذاك الجرس الى صاب الله عزكم الفيديو ديروا لايك الى صاب الله ما عزكم الفيديو ديروا ديزريك على حسب الاختيار ديالك وعلى حسب الفيديو كي جاك وما تنساوش التعليق يكون زوين وبارطاجيو الفيديو. كما كتعرفوا اليوم يوم عاشوراء ايام عاشوراء الخوت وعاصرة عارفين اش مهم عارفين اش كيوقعوا فيها بلا ما نفسر لكم لا ما نصرح لكم كتمرض فيها السحر والشعوذة. واليوم هي ايام جميلة عند المشعوذين دوك المشعوذين اللي كيسحروا بنام السحر هذا وبزاف منهم كيمارسوا هادشي في المقابر ولكن انا ماشي داك الشيء ديال الشعوذة السحر هذا انا غادي نلعب ان شاء الله كلشي كيعرف ويجا اسنيه هي واحد اللوحات يمكن تواصل مع الارواح والاموات والطريقه ديال الوجاء سهله باش تقدها هي اش الخوت كما كتشوفوا وجاء كي دايره كتاخذ واحد اللوحه خشبيه كتاخذ من فئه احسن حاجه تكون طول تكون فيها ديك 40 سنتيم درت فيها 34 والعرض درت فيه 23 سنتيم المهم زادت بحال الاصليه يعني تا كتبان لكم الاصليه كي دايره الاصليه شويه غاليه الخوت في الثمن كتساوي حتى $40 حتى $50 المهم انا اللي لقيتها في واحد السيت غاليه ساويه $50 المهم كدير هنا كدير الياس هنا كدير نو وفي الوسط كدير الويجا كدير لا احرف بالانجليزيه ABCDEFGHLMK المهم داكشي باين كدير هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 وهنا كدير كودباي وداعا والطريقه سهل الخوت كيخصني هذاك المؤشر غادي ندير بسي قرعه المهم هذيك العلاقه ديال القرعه ولا اللي كاس ديال الدجاج ولا اي حاجه المؤشر هو على شكل قلب غيبان لكم هنا غيبان لكم في الفيديو الشكل ديالو على شكل القلب وكتكون في الوسط واحد الثقبه باش يمكن المهم باش يمكن تواصل مع داك الارواح المهم هي ضروري غادي تصدق اغلبيه اما ولا تاخذ ورقه مقوى المهم ورقه مقوى احسن حاجه ديرها في الخشب ها هي كتبان بحال اصليه الخوت تقريبا المهم اصليه يعني تقريبا اختصار الارقام يتكتبوا على حسب الزاويه يكون بحال قوس قزح يكون على شكل قوس قزح المهم الحوايج اللي التصميم ديالهم. المهم هادشي الخوت اللي كاين وغادي نلعبها ان شاء الله تخيلوا معايا غادي نلعبها مع غادي نلعب الخوت مع الثلاثه نقول شحال هادي شحال في الساعه قربت 4 بيل 3 و 43 دقيقه الخوت 3 و 41 دقيقه. المهم كلشي يبان لكم الخوت ان شاء الله اللي غادي يلعب الخوت ويجا عارفين الخوت شنو هي كورس اللي كيعرف ويجا ما كاينش شي واحد اللي كيعرف ويجا الا دخلتي اليوتيوب غتفهم الطريقه ديال ويجا وما كنتش بزاف ديال الطرق يمكن تستحضر الجين كاينه كاين داك الرجل منتصف الليل كاين داك برودي ماري كاين تشاري كاين ديك الطقوس ديال الشياطين اللي دايره بحال نجمه خماسيه كاينين بزاف ان شاء الله الا كنت مسالي ليهم الا كان واحد التفاعل الدعم غادي نجربهم كامل ما كاينين الناس جربوهم في اليوتيوب كاين اللي صدق كاين اللي ما صدق بحال ايمن سيمباي تفرج بزاف ديال الفيديوهات ديالو شفت انه صدقوا لي كامل دوك الطقوس كيدخلوا مغامرات ديال المازونين المهم كيوقعوا ليه شي حوايج انا ما عرفت واش حقيقي او الكذوب انا جربت انا مغامرات ما وقعت شي ولكن ما عمرني وقعت شي حاجه نيت شي حاجه ولكن ولكن انا ما عرفت انا درت مغامرات لكن ما عمرني وقعت ليا شي حاجه مهم المهم ما عمرني وقعت لي انا شي حاجه في بلاصه مهجوره ولا شي جن ولا تسير عليا شي واحد ما عارف يقدر هو كيدير داك الشيء كذوب ولا كيتفق مع شي واحد ولكن انا قلت انا من القدام غادي ندير مغامرات في المستوى ان شاء الله خاصني نلقى البلايصه نلقى راسي بلاصه لأنه خاص تقلب حكا تقلب هنا قلب هنا خاص شي واحد غادي يصوني عليك يقول لك ها هي البلاصه اجي هذه البلاصه اللي فيها مغامره. ولكن الخوت قبل الخوت ما غادي نبداو الفيديو ديالنا الله خوتي الصباح كنتصور شحال من حوايج الخوت سلوكي يا هو سلوكي يا هو سلوكي يا هو قلتي تويجا قالت لي تويجا المهم ستكيت البساطي غادي نلعب ويجا بلا ما نوريكم ديال تشوفوا داكشي في الفيديو باش الفيديو ما يكون صوين ويكون فيديو قسم ما بين 15 دقيقه ما يكون ديك 20 دقيقه 25 ساعه
باش بنادم يلقى راحته في الفيديو. كنتمنى الفيديو يعجبكم الخور. المهم ان شاء الله نجاب بلاصه قالت لي ويجا غادي يلعبها ان شاء الله في المصنع اللي كنت مؤخرا درت فيه اخر مغامره درتها في ذاك المصنع اللي كان فيها البارت الاول والبارت الثانيه. المهم كاين الامكانيات دابا كاين البيل هو البيل كاين كلشي كاين شوف البيل واعر الخوت سريتو ب 20 دولار في واحد السيت الخوت والتليفون تاعي الكاليتي ديالو واعره 13 ميجا بيكسل الكاميرا ديالو واعره الخوت والمغامره خاصه شي بلاصه الا كان تليفون وما كان بيل واعر عطا الله البلاصه درت بزاف ديال المغامره كنصور بهذا التليفون باش كنصور قسم بالله العظيم الا التليفون باش كنصور ولكن الحمد لله ضروري غادي ندير شي مغامره ومن الخوت هذا الشيء اللي كاين طلعوا في ريوسكم دابا غادي نبداو في الاستحضار ديالنا ديال المهم الخوت كيما كتشوفوا ان شاء الله اليوم ان شاء الله غادي نبداو اللعب ديالنا. المهم ها هي الكاميرا الاولى هي الكاميرا الثانيه دابا الخوت غادي نبداو اللعبه ديالنا ان شاء الله كنتمنى ما يوقع والو بسم الله لا ويجا الى كان هنا شي جنيم سيلياس ويجا ويجا الى كان هنا شي جنيم سيلياس ويجا الى كان هنا شي جنيم سيلياس ويجا الى كان هنا شي جنيم سيلياس خوت موقع والو نعاودو عاود ثاني ويجا ار يو هير ويجا ار يو هير الى كان هنا شي جنيم سيلياس ويجا 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 الى كان هنا شي جنيم سيلياس ولا الخوت اخر محاوله ديال الخوت موقع والو موقع حتى شي حاجه لي ويجا خوتي موقع والو شوف الكاميرا وكاسطو التصوير بسم الله بسم الله بسم الله خوتي اخر محاولة هذه مي مالخوت موقع والو ولكن ديك كبيره ما عرفتش اللي تحرك حدايا كون هذا سرق الزيت عاوتاني ولا شي حاجه مي مالخوت موقع والو ويجا ويجا الى كان هنا شي جنيم سيرياس الى كان هنا شي جنيم ويجا الى كان هنا شي جنيم سيرياس ويجا الى كان شي جنيم سيرياس ويجا الى كان هنا 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 شي جنيم سيرياس ويجا
ويجا ويجا ويجا ويجا لك هنا سيجني مسيرياس عيشة تصدق قسم بالله الا صدقت قالت لي سميتها قلت لها واش كاين ناس جن ولا جات قالت لي نو شويه قلت لها اسميتك قالت لي سميتني عيشة وقسم بالله الا صدقت نعود واخر مره محل باقي غادي نجرب اخر مره نجرب الخطا اخر مره غادي نجرب واخا يعاود لي يوقع نفس داك المشكل صدوكاش تسالها خوتي غادي نزورها اخيرا مرة والله الا خايف ويجا ويجا الا كان هنا تيجن يمسيرياس ويجا ويجا الا كان هنا تيجن يمسيرياس ويجا ويجا الا كان هنا تيجن يمسيرياس نو كاين هنا تيجن قالت لك سميتها عيشة خوتي اخر مره باقي غادي نصرف ويجا غادي ندير باقي غود باي ويجا ويجا 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 غود باي صافي اردو بك تجي خوتي ويجا مشات هيا ويجا فينك خوتي ها فين كتر خوت ويجا ها فين كتر خوت ويجا ها هي دابا في في فين جات ها هيا بلاصتها ها هنا هيا بلاصتها الشمعة ما عرفتش حتى الشمعة ايوتي غاينة مسكين اعوذ من كلمات الله تمت من شر ما خلق ها هي خمسات الشمعة ها هما طاروا ها 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 وحدة فين جات ها هي ويجا الخوت يا غاية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ من كلمة الله تمت من شر ما خلق المهم هي البصر خوتها في لعبتها هي البصر في لعبتها إيتي غاية مسكين يا الله
يا الله آه! يا الله الرس... يا الله ونجمع هذا الشيء انا كاين هنا نجمع هذا الشيء اخر مره على هذا الشيء اخر مره غادي نلعب الخوت هذا الشيء وهما الشمعة وهما الشمعات هنا انا الخضار راه في كاين هنا وحده ما تشوفش هذا الشيء الواليده ولا شي حاجه المهم كانوا مع هذا الشمعة اربعه الشمعة راه الخوت اربعه الشمعة زيد المهم الخوت سمحوا لي الا كنت سبيت في الفيديو ولا جا المهم هذه هي نهايه الفيديو المهم الخوت نتوقع ان شاء الله الخوت فلوسكم حتى الفيديو الجاي.